اي والله اني من ظروفي تعلمت بعض البشر لا طحت ما ينفعوني، حتى ولو اني بحاجاتهم قمت اكيد انا لا احتجتهم يخذلوني. اثري وجدت في حياتي توهم ذخرتهم للمعضلة ونسوني، وإن كان عانوني ليا من تكلم عن ضيقتهم ليه ما يسألوني، عن ضيقتهم ليه ما ترى الحياة يفرض على مثلي الصمت، وإن كان ما حاسوا أبي يتركوني. يا كثر إيماني في رفاقة تندم اللي لي من غبت ما يفقدوني، اللي على وصلي لهم ما بعد شيء وصديقهم لبيت لو ما دعوني، وحنيت من طيبي عليهم ولزمت مديت لو ادري بهم يجحدوني، مديت لو طيب راسي من نكرني تبسمت وعديتها من باب ضاقة وجوني، واليوم من يقدم بخطوة تقدم ومن صد حالة صد دونه ودوني. لحق إذا شفته من بعيد سلم، ما بي أجاملهم ولو جاملوني، من قام لي بالواجب بواجبه قمت، ولا علاقات الرخاء يحذروني، والحمد لله من ظروفي تعلم بعض البشر لو ضقت ما ينفعون.